شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أما العلة في الصيام فليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. إحدى الأبعاد التي تتعلق بهذا الشهر المبارك بعد المشاركة مع الطبقات الضعيفة، المشاركة مع الطبقات الضعيفة على نحوين. النحو الأول المشاركة العملية. هنالك حديث عن الله تعالى، يقول الله تعالى في هذا الحديث المروي: الأغنياء وكلائي. من هو الغني؟ الغني من هو؟ هل هو الذي يملك الملايين؟ لا. من الناحية الشرعية الغني هو الذي يملك مؤونة العام، هذا يطلق عليه الغني. لذلك قد يكون الكثير منا أغنياء. الرجل المكفي المؤونة، المرأة المكفية المؤونة، هذه غنية، يعني إذا عنده ما يليق بشأنه، إما عنده بالفعل وإما عنده بالقوة، هذا غني. الأغنياء اللي كثير منا أغنياء، لأن يوم من الأيام ما تعطل عشانه ولله الحمد،
يوم من الأيام ما تعطل غدانا فإذا إحنا أغنياء، يوم من الأيام ما توقفنا في حاجاتنا الضرورية إذا إحنا أغنياء. الأغنياء وكلائي، يعني شنو؟ الوكيل تاجر عند وكيل، يضع عند هذا الوكيل أموال، هاي الأموال مو ماله، هذه الأموال تتعلق بالموكل. إنا لله، إحنا بكل وجودنا العبد وما ملك لمولاه، إحنا بكل وجودنا متعلقون بالله، بل نحن كما يقولون محض التعلق بالله، يعني مو متعلقون بالله، تعلق بالله، متعلق يعني ذات وتعلق، نحن محض التعلق وصرف التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن إحنا لا نملك هذه الأموال، هذه الأموال مو مالنا، هذه الأموال من الله ولله وإلى الله. يوسف صلوات الله عليه عندما يعتلي عرش مصر يتحول من رجل معتقل، رجل متهم، رجل منبوذ لعله، يتحول إلى ملك. في الخطاب الذي يخاطب الله، شوف هذا الخطاب وشوف خطاب فرعون. فرعون عندما يجلس على ذلك المنصب، على ذلك العرش، شنو يقول؟ يخاطب الجماهير: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا المالك، أنا الحاكم. لا، أنت مو مالك، هذا فرعون. ولكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما يجلس على ذلك الكرسي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول، لاحظ الخطاب، خطاب ملك بيده الأمور، بيد القدرة: رب قد آتيتني من الملك. شوف هذا التواضع، تواضع حقيقي مو تواضع تصنعي. رب أنت الذي ربيت، قد آتيتني من الملك بعض الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث. لعل العلاقة بين هذه القطعة وهذه القطعة أن ذلك العلم هو الذي قاده إلى هذا العرش. إذا ما كان يعرف تعريف تعبير الأحلام ربما لم يكن حاكما من الناحية الظاهرية، تعبير الأحلام هو الذي قاده إلى العرش. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظوا هذا المنطق ولاحظوا ذلك المنطق. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا ربكم الأعلى، هذا منطق. ومنطق ثاني: رب قد آتيتني من الملك. الأغنياء وكلائي، والفقراء، الفقير من هو؟ من لا يملك مؤونة العام. إذا واحد ما عنده مؤونة العام، الآن حقيقة على أثر ابتعاد المجتمع عن مناهج الله أغلب البشرية فقراء، يعني بالليل ما عنده عشاء، الظهر ما عنده غدا، يريد يزوج بنته ما يتمكن يزوج بنته. واحد من الإخوة كان يقول أنه عنده في طهران عدة بنات، إذا كان عنده مبلغ متواضع، ما أذكر ذلك المبلغ، لعله حوالي 100 دينار، كان يقول لي، يقول إذا كان عندي كأنه حوالي 100 دينار كنت أتمكن أزوج بنتي، ما عندي.
هذا الرجل اللي ما يتمكن يزوج بنته، ما يتمكن يزوج ابنه، يحار في لقمة عشائه 8 أشهر لا يستطيع أن يأكل اللحم. هؤلاء الأفراد فقراء، والفقراء عيالي، فمن منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. هذا وكيل الله، وهذا مال الله، وهذا عيال الله. من منع عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. النحو الأول، المشاركة العملية، أنه واحد يشارك، ما دمت قد أنعم الله عليك شارك الفقراء. الإمام الصادق صلوات الله عليه روي عن في قضية معروفة أنه جماعة توجه إليهم خطر، فقال لهم الإمام صلوات الله عليه أنه شاركوا ببعض أموالكم، كأنه بثلث أموالهم، ثلث أموالهم، شاركوا بثلث الأموال، فدفع الله عنهم الخطر. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية قال لهم بعد ذلك: الآن اللي شفت ذلك فدوموا مع الله في هذه المعاملة. واحد يشارك مع الله، مع الفقراء، مع الحسين صلوات الله عليه، مع الأئمة بثلث أمواله، بالربع أمواله، بعشر أمواله، بأي مقدار يحب. المشاركة العملية، هذا النوع الأول. أكو هنالك نوع ثاني من المشاركة. النوع الأول بدون النوع الثاني ما في ضمان، العمل لا ضمان فيه. واحد يعمل عمل، ماكو ضمان لثبات هذا العمل، ماكو هنالك ضمان لأن تستمر على هذا العمل، إلا إذا انبعث ذلك العمل من القلب. القلب مصدر كل شيء. إذا العمل نبع من القلب أكو هنالك ضمانة بإذن الله تعالى لبقاء ذلك العمل. أما عمل واحد يعمل ما ينبعث من القلب، هذا القلب مركز لكل شيء. تجدون في الآية الكريمة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار تطلع على هذه المنطقة، هذا المحور الذي يصدر منه كل شيء، القلب. العمل السجيني نابع من قلب سجيني، والعمل العليين نابع من قلب عليين، هذا القلب. النوع الثاني من المشاركة، المشاركة المتعلقة بالقلب، وهي المشاركة الوجدانية. يعني مو عمل، مو عطاء فقط. عمل يعني تعطي للفقير، مشاركة يعني تنذر أن ثلث أموالك يكون للفقراء، للمشاريع الخيرية. القلب يعني القلب يتفاعل مع هذه القضايا، مو فقط هذه القضايا توجد في المنطقة الذهنية الباردة، وإنما توجد في المنطقة الشعورية الحارة، تفاعل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذلك الشعر المنسوب إليه: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. تأوه، يعني الإمام صلوات الله عليه في هذا الشعر المروي عنه يقول عندما يرى يتيم
مو فقط يأتي ويمسح يده على شعر هذا اليتيم، مو فقط يأتي ويقبل هذا اليتيم، يتأوه لهذا اليتيم، يتفاعل مع هذا اليتيم، يتأثر، يعني حالة وجدانية، تألم. يأتي رجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، إحنا في هذه الأيام على أعتاب ميلاد الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، يأتي رجل فيقول له: يا ابن رسول الله، أنا رجل أشكو إليك خصما، أنا عندي خصم، هذا الخصم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. هذا خصم هالشكل، لا يوقر شيخا كبيرا ولا يرحم طفلا صغيرا. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول له: ومن هو خصمك؟ من هذا الخصم؟ قال: الفقر. الفقر، الفقر عندما يأتي ما يرحم الطفل الصغير. الطفل الصغير يحتاج إلى حليب، عندما واحد فقير ما يتمكن يوفر لطفل حليب، الطفل يبكي ويبكي ويبكي، ما عنده ثمن حليب. في منطقة من المناطق أفراد كانوا وجهاء، كانوا كرام قوم، لكن تقلبات الدهر وتلك الأيام نداولها بين الناس، شردوا، جاءوا إلى منطقة، واحد من الموجودين في تلك المنطقة قال: إحنا نعطيهم وجبة غذائية في منطقة. إلى أن نعطيهم الوجبة الغذائية الثانية كل شيء ما عندهم، يعني إذا ما أعطيناهم وجبة ثانية يعني ذولا يجب أن يموتوا من الجوع. أطفال عندهم، أطفال يحتاجون إلى حليب، ما عنده حليب، شو يسوي؟ هذا الخصم لا يرحم الشيخ، لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. فأطرق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال له: روح، إيش ما عندك جيب إعطي لهذا، كل ما عندك، يعني كل ما في خزينة الإمام عند هذا الرجل كل أعطي لهذا الرجل. ذهب ذلك الرجل الخادم وجاء بكل ما يملكه الإمام عنده، 5,000 درهم كانت عنده، معادل في ذلك الوقت 500 دينار ذهب، فأعطاه الإمام ذلك المبلغ، أو أمر الخادم بأن يعطيه ذلك المبلغ. ثم قال له: شوف، ثم قال له: بالله عليك، الإمام يقسم عليه بالله، إذا في يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما. إذا يوم من الأيام، مو أنه يعطي للفقير وينهر ذلك الفقير، وأما السائل فلا تنهر، إذا يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما. الإمام السجاد صلوات الله عليه روي عنه أنه جاءه رجل وشكى إليه الفقر والدين والعيال، فأخذ الإمام صلوات الله عليه يبكي، لأنه واحد عندما يرى أخا مؤمنا في الله وهو يحار في لقمة عشائه وغداء، هو يتمكن يصبر، لكن زوجته ما تتمكن تصبر، أولاده ما يتمكنون يصبرون. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية أخذ يبكي، هذه مشاركة وجدانية، المشاركة العملية والمشاركة الوجداني. إحنا في أيام الصيام نذوق، يقال جوع،
السمكة ربما لا تفهم معنى الماء لأن تعيش في الماء، تعيش في الماء، لعلها لا تفهم معنى الماء. الذي يفهم معنى الماء هو البعيد عن الماء. إحنا اللي كل يوم غدانا عشانا كل ما نريد موفر إلينا، لا يمكن أن نفهم ما هو معنى الجوع وما هو معنى الفقر وما هي معنى الحاجة. ولكن في هذه الأيام المباركة من بركات هذه الأيام شوية واحد يخرج من الحالة الحيوانية، حالة بين نثيله ومعتلفه، مو أن العالم ينحصر في وفي أولادي وبناتي، إذا سني تؤلمني لا أتمكن أن أنام من الجوع، ولكن يموت الآلاف من الفقراء جوعا وعطشا لا يهمني بمقدار ذرة. لاحظوا المفارقة، هذه حالة حيوانية. السن إذا توجع ما أتمكن أنام تلك الليلة. إذا مشكلة بسيطة عندي أتصور أن هذه المشكلة محور العالم، ولكن المؤمنين المسلمين البشر يموتون من الجوع والعطش، لا يهمني ذلك بمقدار شعر. عندما نجلس على مائدة الإفطار نشكر الله سبحانه وتعالى ونتذكر إخواننا اللي ما عدهم، اللي خبز ما عدهم. هؤلاء مو إخواننا في الدين، إحنا مو مسؤولين عنهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن يجد مس الجوع، ما يعرف شنو معنى الجوع، ما جائع في حياته، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، كل شيء موجود. فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. هنالك نقطة أخرى، التوسط في هذه الأعمال. واحد هو يشارك بمقدار ما يتمكن، يتمكن بدينار يشارك بدينار، يتمكن بعشرة يشارك بعشرة. الموضوع الثاني التوسط في هذه الأعمال. في الآية الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت، واحد وجوده يجب أن يكون وجود بركة، وجود خير، وجود نفع. مباركا يعني نفاعا، ينفع. هذا فقير تعال كلم المؤمنين أنه ادفعوا لهذا الفقير، هذا الرجل حاير في زواج أولاده وبناته تعال تكلم مع المؤمنين، ما الذي يضرك ذلك؟ الإنسان اللي عنده وجاهة عند المجتمع، زكاة هذه الوجاهة أن يسعى في حوائج المؤمنين. زكاة هذه الوجاهة، عندنا زكاة الأموال وعندنا زكاة الوجاهة. أحد العلماء في النجف الأشرف الشيخ راضي، هذا عالم من علماء الدين ومرجع من مراجع التقليد، وطبعا تعلمون أن المرجع يعني قمة المجتمع الشيعي، هذا معناته قمة المجتمع مرجع التقليد. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى حباه بهذه النعمة، نعمة السعي في شؤون الضعفاء، في شؤون الفقراء، في شؤون المحتاجين. هذه الثروة عدة أيام وتنقضي، هذه القوة عدة أيام وتنقضي، هذه الوجاهة بعد عدة أيام تتحول إلى عدم
واحد لا يغتر بهذه الثروة، بهذه الوجاهة كلها. شنو قيمة هذه الوجاهة؟ الوجيه الفلاني، شنو قيمة هذه الوجاهة؟ إذا ما استخدمنا هذه الوجاهة فيما يرضي الله، في نفع المجتمع، في تعمير آخرتنا، ذهب الوجيه. أنت شنو أثره؟ إذا مات ابن آدم قالت الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، مع أنه رجل مرجع تقليد الشيخ راضي، ولكن كان متفاعل. في يوم من الأيام حدثت هنالك مشكلة، فأخذوا يأخذون الشباب للتجنيد. يوم من الأيام الشيخ راضي في بيته، جاءه واحد قال له أنه أنا ابني أخذوه للتجنيد وأنا محتاج إلى ابني، لعله كان شيخ كبير، أنا أحتاج إلى ابني، هذا إذا يروح يختل نظام حياتنا، إذا تروح تكلم آمر الحامية، الحامية كانت خارج النجف، تكلمه في أنه يعفي ابني. قل له ما يخالف. واحد لي يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، أو كانت لاؤه نعم. لي يقول لا، اجاك واحد قل ما يخالف، أسعى في هذا الأمر. قل له ما يخالف. هو قام كاتبين أنه وأمر من يأخذ المصباح أمامه، يظهر من هذه القطعة أنه كان ليل في ذلك الوقت، فهذا أخذ المصباح أمامه ومرجع التقليد يمشي وخرج إلى خارج النجف. أجى طرق باب آمر الحامية، فتح الباب شاف الشيخ راضي أمامه، قال تفضل شيخنا. قال فلان واحد رجل يحتاج إلى ابنه، أنت إذا تتمكن اعفي هذا من الخدمة. آمر الحامية قال في الواقع ما نتمكن، هذا قانون والقانون يشمل الجميع، ما أتمكن. قال له ما يخالف. رجع. في الطريق عندما تحدث هنالك موجة من هذا القبيل يبتلى الكثير من الأفراد، إجا واحد ثاني بالطريق قال له شيخنا المورد العذب كثير الزحام، شيخنا أنا ابني ماخذي للتجنين، إذا تتوسط عد هذا. قال له ما يخالف. الآن ما قال له الآن أنا كنت عند الآمر وما قبل. قال له ما يخالف. رجع الشيخ، رجع طرق الباب، طلع آمر الحامية، ها شيخنا. قال له أكو فلان واحد هذا ابنه ماخذي للتجنين، هذا إذا تعفو. قال له شيخنا ما يمكن. قال له ما يخالف. رجع الشيخ، في الطريق شافه واحد ثالث قال له القضية. قال له ما يخالف. رجع طرق الباب، فتح آمر الحامية وإذا به يواجه بالشيخ أمامه، قال تفضل. قال هذا فلان واحد أعفو من الخدمة. قال شيخنا أنا قلت لك ما يمكن هذا العمل، كل دقيقة تجيني. فقال له الشيخ، لاحظوا هذه الكلمة، هذا هو الوجود المبارك، حتى إذا إجاني واحد رابع وإجاني واحد خامس سوف أعود إليك. قال له لماذا؟ قال لأن في قضاء حاجة المؤمن الجنة. هذا حديث أوحى الله سبحانه وتعالى في الرواية إلى داود، وقال له يا داود إن العبد يأتي يوم القيامة ومعه حسنة فأدخله الجنة. فقال داود وما تلك الحسنة؟ فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الرواية من فرج عن مؤمن كربه هذا له الجنة. فقال داود حق لمن عرفك
ألا يقطع رجاءه منك. قال أنا إذا أسعى في حوائج المؤمن وأقضي حاجة المؤمن لي الجنة بذلك. فقال له الآمر الجنة؟ قال نعم. قال إذا هالشكل فهؤلاء الثلاثة كلهم معفيون من الخدمة، وعفاهم جميعا من الخدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين، وأن يجعلنا من التائبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.